اهتمام دولي كبير بالانتخابات التشريعية في الجزائر يترجمه الحضور المكثف للصحافة الأجنبية في متابعتها لمحطة هامة في مسار الإصلاحات السياسية التي تمخضت عن حراك شعبي أدهش العالم. طبعا أهمية الحدث بحد ذاته هي التي جلبت كل هذا الزخم الإعلامي الدولي لتغطيته، طبعا لأنه الانتخابات هذه النيابية هي الأولى من نوعها منذ الإطاحة أو دفع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى التنحي بفعل الاحتجاجات الشعبية لحراك 22 فبراير، ولذلك مدام هو أول اختبار نيابي تشريعي فكان عليه اهتمام كبير للصحافة الدولية. طبعا هذا الموعد الانتخابي موعد مهم جدا بالنسبة للجزائريين الداخل الجزائري، وأهم أكثر بالنسبة للخارج ومتابعة العالم للمسار الإصلاحات في الجزائر بعد الحراك الشعبي الذي شد انتباه كبريات الدول وأبهر العالم. اليوم الحضور الإعلامي الدولي في الجزائر يجد ما يفسره بالأهمية البالغة التي يكتسيها هذا الاستحقاق البرلماني السابع نظرا للظروف والملابسات التي تحيط هذه العملية الانتخابية. ممثلو الصحافة الدولية يؤكدون أنهم لم يواجهوا أي عراقيل في مهمتهم باستثناء بعض الإجراءات الإدارية التي تسببت في تأخر تسلم وثيقة اعتمادهم بصفة قانونية. بالنسبة لنا لم نواجه أي عراقيل، كانت ربما بعض التأخيرات في الاعتمادات في وصول الطلبات، لأن الطلبات تعبر في إجراءات أخرى غير الصحافة المحلية عبر القنوات الدبلوماسية من السفارة بالخارج إلى وزارة الخارجية مرورا بوزارة الإعلام ثم إلى اللجنة أو السلطة المستقلة للانتخابات. التحولات السياسية التي شهدتها الجزائر جعلت كل الأعين تتجه صوبها في انتظار تشكيلة البرلمان الجديد.